لو عملت اختبار مايرز بريكس لتحليل الشخصية وطلعت النتيجة ESFJ فأنت شخصيتك تعرف باسم شخصية القنصل. شخصيات جميلة جدا، مبدأهم في الحياة شجع اللي حواليك وارفعهم، لأن الطاقة الإيجابية هتنتشر وتعم بالخير على الكل. شخصيات عادة بتتمتع بشعبية كبيرة جدا جدا في كل الأوساط اللي بتكون جزء منها، ومش من الشخصيات النادرة، بالعكس دي من الشخصيات المنتشرة جدا جدا، وأكثر من 12% من تعداد السكان في العالم شخصيتهم الشخصية دي. لما بيكونوا صغيرين في المدرسة بتلاقيهم هم الهتيفة اللي بيشجعوا فرق العمل، وهم اللي بيحددوا تون الحوار، وهم اللي بيسلطوا الأضواء على الحاجات الكويسة اللي بتحصل، وهم بيكونوا القادة اللي بيقودوا فرق العمل أو فريق الكورة في المدرسة أو فريق أي حاجة للنصر والفوز والشهرة. ولما بيكبروا بتفضل شخصيتهم دي مصدر بيشاع الإيجابية حوالين أصحابه وحوالين زملائه في العمل، وتلاقيهم هم اللي بينظموا التجمعات الاجتماعية ويتصلوا بالأصحاب، يلا نتجمع سوا، يلا نتقابل سوا. ومهم ليهم جدا ان يتأكدوا ان كل الناس اللي حواليهم سعداء. أصحاب الشخصية دي مخلوقات اجتماعية فعلا، وبيزدهروا لما بتزدهر حياتهم الاجتماعية وبيكون عندهم أصحاب وصداقات عميقة. مش من الناس اللي تلاقيهم بيحبوا المناقشات المدعلصة كده في السياسة، في الاقتصاد، في أحوال البلد، في اللي مش نافع، لا 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 لا، الحاجات دي يعني مش بتريحهم خالص. وبيحبوا جدا وبيهتموا بوضعهم الاجتماعي، فتلاقيهم يلبسوا لبس حلو وتلاقيهم يتكلموا بشكل جميل وأنيق ومنمق، ودايما دايما بيحرصوا على أنهم يزودوا مكانتهم الاجتماعية في الأوساط الاجتماعية اللي هم عضو فيها، وتلاقي كلامهم كله منصب على الأمور العملية، وأحيانا للقيل والقال والشائعات والحكاوي، لكن هم كائنات طيبة وعادة بيستخدموا القوة اللي عندهم أو الحاجات اللي ربنا منحلهم علشان يعملوا الخير. شخصية القنصل شخصيات مؤمنة وبيتحملوا المسؤولية وبياخدوا مسؤولياتهم على محمل الجد، ودايما بيبقوا مهتمين إنهم يساعدوا الآخرين وإنهم يعملوا الأفعال أو الأمور الصحيحة، وبتلاقي دايما بوصلتهم الأخلاقية مستندة على التقاليد، على الأمور الراسخة والحاجات اللي معروفة في المجتمع، ودايما دايما بيدعموا سلطتهم وبيتبعوا القواعد، وتلاقي ان اخلاقهم مش بتستند للفلسفة ولا الصفصطة ولا كمان للروحانيات المتطرفة. واحيانا بينسوا ان الناس اللي حواليهم ليهم خلفيات مختلفة، وجهات نظر مختلفة، ومش كل اللي احنا شايفينه كشخصية القنصل مناسب لكل الناس اللي حوالينا. صاحب شخصية القنصل دايما تلاقيه في خدمة الاخرين، وبيستمتعوا بأي دور يسمح لهم إنهم يشاركوا الآخرين مشاركة فعالة وهادفة. ومهم قوي ليهم جدا إنهم يحسوا بالتقدير والاحترام من الناس اللي حواليهم، فسواء في البيت كآباء وكأزواج أو في العمل كمدراء أو زملاء هتلاقي إن ليهم دور فعال جدا جدا. وبيحبوا كل حاجة يبقى فيها تسلسل هرمي، وبيحترموا البيئة اللي بتسمح لهم بوجود هذا التسلسل الهرمي، وبيدوروا على السلطة سواء في البيت أو في العمل، لأنهم بيشوفوا أن السلطة لما بتكون في إيديهم ده بيديهم الفرصة أنهم يحافظوا على استقرار المكان، وبيحبوا كل الأمور تكون واضحة. أصحاب الشخصية دي دايما عندهم جاهزية فظيعة للمساعدة، وبتلاقيهم داعمين للناس اللي حواليهم، ولما تلاقيهم في أي تجمع تلاقيهم بيحاولوا يقسموا وقتهم على الجميع بحيث إن هو يدردش مع كل الناس اللي موجودة، وده مش بيبقى مجرد إنهم عايزين يشعروا بالسعادة والمرح ويقضوا وقت لطيف، لكن لا، ده إحساس بالمسؤولية والواجب من جواهم، وإحساسهم ده بيدفعهم إنهم فعلا بيدوروا على العلاقات والأنشطة والصداقات، وتلاقيهم بيفتكروا التفاصيل الصغيرة، ودايما دايما لما بيتكلموا عن حاجة بتحس بالدفء والحساسية والمشاعر المرهفة. من أكثر الشخصيات الحساسة اللي بتلاقيها تلمح كده لو في توتر في المكان أو في توتر بين أعضاء فريق العمل، وبسرعة بسرعة بيحاولوا استعادة الانسجام تاني ويرجعوا الاستقرار للمجموعة أو للأسرة أو لفريق العمل.
وما بيحبش الصراع خالص، وما بيحبش يدخل في أي صراع، وبيتجنب أي مواجهات. علشان كده تلاقيه بيقضي وقت طويل في إنه هو ينشئ نظام اجتماعي صلب وراسخ ومستقر لنفسه، علشان ما يديش فرصة للصراعات ولا النزاعات ولا الخلافات إنها تتولد. ورغم إنهم كائنات اجتماعية، لكن بيحبوا كل حاجة تكون مترتبة، حتى الأنشطة الاجتماعية. ما بيحبوش اللقاءات العفوية ويلا تعالوا نروح نعمل حاجة، لا، بيحبوا كل حاجة تكون ماشية بنظام وحسب خطة. وبتلاقيهم بيبذلوا جهد كبير علشان يرتبوا أنشطة أو يرتبوا مواقف ويرتبوا الحياة، وبيكونوا حساسين. فلو اترفضت أفكارهم أو لقوا الناس اللي حواليهم مش مهتمين باللي هم بيعملوه، بيتأزموا نفسيا قوي. وطبعا لان صاحب هذه الشخصيه احيانا ما بياخدش باله ان الناس مختلفه وردود افعالها مختلفه، وان اللي هو شايفه انه عدم اهتمام مش شرط ان هو رفض لفكرتهم او رفض لعملهم. والتعامل مع الحساسيه المفرطه دي هو اكبر تحدي بيواجهه صاحب او صاحبه شخصيه القنصل، لانه بيشوف ان النقد شيء مؤلم، مع ان النقد جزء من الحياه. وأحسن حاجة ممكن يعملها صاحب شخصية القنصل إنه يكون نموذج يحتذى به، لأنه عنده القدرة على الاعتناء باللي حواليه وبيستمتع ده، وما بيبخلش بجهده على إنه يحسن حياته وحياة الناس اللي حواليه. والشخصية دي هتلاقي عندها بصيرة، يعني من أكثر الشخصيات اللي بتفهم في لغة الجسد، وإنهم يشوفوا التغيرات اللي بتحصل على الناس من حواليهم. تعالوا نركز على نقاط القوة في شخصية القنصل. صاحب شخصية القنصل عنده مهارات عملية قوية جدا، هتلاقيهم مدراء ممتازين للمهام اليومية، لمثلا للصيانة، للأعمال الروتينية، وبيتأكدوا دايما ان الناس اللي حواليهم عندهم القدر الكافي من الرعاية والمساندة، وعندهم احساس قوي جدا بالواجب، وبيتمتعوا بحس بالمسؤولية، وتلاقيه دايما بيسعى جاهد انه يوفي التزاماته، حتى لو كان ده ناتج في بعض الأحيان عن شعوره بما يسمى بالتوقعات الاجتماعية. يعني إيه اللي الناس متوقعاها مني، مش مجرد إنه يكون دافع جوهري. وشخصيات مخلصة جدا جدا، وبيقدروا الاستقرار والأمن، وبيحاولوا يحافظوا على الوضع الراهن. مدام هو كويس ليه أغيره، ليه أحاول أحسنه، هو كده كويس. وبتلاقيهم مخلصين جدا في علاقاتهم وفي عملهم، وشخصيات جديرة بالثقة. دايما علماء النفس بيشبهوهم بالعمود، يعني تلاقيه في أي مجموعة أو أي فريق عمل هو العمود اللي شايل المجموعة دي على كتافه، ونفس الدور بيلعبوه في العيلة أو حتى مجرد أي مجتمع هما منتمين ليه، ودايما دايما تقدر تعتمد عليهم. وعندهم إحساس ودفء في التعامل، وبيستخدموا مشاعرهم دي ودفقهم انهم يحافظوا على الاستقرار، لان مهم جدا بالنسبة لهم الانسجام، وتلاقي ده نابع من اهتمامهم وسعيهم في رعاية الاخرين. ودايما حارسين انهم لا يسيئوا لشخص او يؤذوه حتى لو الشخص ده اذاهم. وكعضو الفريق بتلاقيه قوي، ودايما مهتم بان الجميع يربح، مش انا بس اللي افوز واكسب، ومش من الشخصيات اللي ممكن تحقق مكاسب على حساب الاخرين. مهاراتهم في التواصل عالية جدا جدا، وده اللي بيخليهم ان هم شخصيات اجتماعية، وبتلاقيهم في اي تجمع او اي اجتماع مرتاحين وقادرين يعبروا عن افكارهم، وعادة بتلاقيهم شخصيات محبوبة جدا. وصاحب شخصية القنصل دايما بيحتاج انه يحس بالانتماء، انه منتمي لمجموعة معينة، انه جزء من فريق، انه عضو في أسرة متحابة. وما عندهمش مشكلة في انهم يتواصلوا من خلال الأحاديث القصيرة الصغيرة، علشان يخلقوا نوع من الانسجام والتناغم. ودايما هتلاقيهم حساسين للإشارات الاجتماعية اللي بتيجي من الناس حواليهم، وده بيساعدهم في انهم يقوموا بدور نشط في المجتمع بتاعهم. طب ايه هي نقاط الضعف في شخصية القنصل؟ من اهم نقاط الضعف اللي موجودة فيهم هو قلقهم المستمر علشان وضعهم الاجتماعي، وده بيخليهم ينشغلوا بوضعهم الاجتماعي وتأثيرهم، وده بيخلي بعض قراراتهم تتأثر، انهم بياخدوا قراراتهم بناء على تأثير هذا القرار على صورتهم وشكلهم الاجتماعي فقط، وده بيخليهم يعني بيحدوا شوية من الإبداع والانفتاح خوفا على مظهرهم ووضعهم الاجتماعي.
شخصية القنصل للأسف شخصية غير مرنة، بيركز فقط على ما هو مقبول اجتماعيا، وده بيخليهم حذرين قوي في التعامل، وأحيانا بينتقدوا وبقسوة أي شيء غير تقليدي أو أي شيء جديد ومختلف على اللي هو اتعود عليه. ودايما كده يحب يمشي مع التيار، يعني الناس شايفة إيه يعمل زيهم. ده بيدفعهم انهم يحاولوا ترسيخ معتقداتهم والحاجات اللي بيؤمنوا بيها حواليهم كأن هو ده المصدر الوحيد للأفكار او للمعتقدات، وعادة عادة بيبقى صعب قوي انهم يتقبلوا الرأي الآخر. شخصية مترددة، خاصة لو القرار اللي هم بيفكروا فيه محتاج نوع من الابتكار شوية، ودايما دايما بينتقدوا سلوكيات الآخرين اللي بيحسوها غريبة شوية عن اللي هم متعودين عليه. ومن الشخصيات اللي ما بتحبش تطلع من الكومفورت زون خالص، منطقة الراحة اللي هم متعودين عليه وبس. ليه؟ لأنهم بيخافوا جدا إنهم يكونوا مختلفين عن الآخرين، ورغم كرههم للصراع ده ما بيخليهمش يعني يمتنعوا عن نقد الأوضاع اللي حواليهم، خاصة لو حسوا إن الأوضاع دي بتختلف أو يعني بتنافي اللي هم بيؤمنوا بيه. ممكن يبقى شخصية دفاعية قوي، تيجي تقوله يعني حاجة عادية، أو تقوله كومنت عادي، أو تديله رأي عادي، ياخده كأنك بتهاجمه ويبتدي يحط نفسه في موقف دفاعي. وأي نقد بيطول العادات والمعتقدات والتقاليد بيكونوا يعني متأزمين جدا جدا لما بيتلقوا هذا النقد، وممكن يهاجموا هذا الناقد. صاحب شخصية القنصل دايما بيحب يكون يعني عنده قدر كبير من التقدير من الناس اللي حواليه، فتلاقيه دايما بيسعى للتقدير وان الناس تشكره على اللي هو بيعمله. ولو عمل حاجة واللي حواليه ملاحظوهاش، تبص تلاقيه بيدور على الإطراء والشكر، وده بيحسسه بنوع من الطمأنينة، لأن مهم جدا جدا أنهم يحسوا بهذا الشكر والتقدير من الناس اللي حواليهم وبيسعوا ليه وبيحبوا يسمعوا. هما شخصيات غير أنانية، لكن محاولاتهم المستميتة أنهم يثبتوا قيمتهم واهتمامهم المفرط بالآخرين أحيانا بيخليهم يقدموا خدمات لناس مش محتاجينها، وده بيخلي اللي بيقدموه شيء غير مرحب بيه ولا مرغوب بيه، وده بيخليهم يهملوا احتياجاتهم الخاصة ويركزوا بس على الناس اللي بتديهم هذا الشكر والتقدير ويتجاهلوا ناس تانية. طيب تعالوا نركز على شخصية القنصل في مجال العمل. شخصية القنصل بتعبر عن نفسها بقوة، وعنده حس عملي وحيوية اجتماعية عالية جدا، علشان كده بتلاقيهم مبسوطين قوي في المهن أو الوظائف اللي بتستخدم الصفات اللي موجودة فيهم دي. كموظفين منظمين جدا جدا، وبيحبوا يحطوا التاتش بتاعتهم في النظام والهيكل في مكان العمل، وبيلاقوا نفسهم في بيئات العمل اللي فيها تسلسل هرمي واضح ومهام واضحة وكل حاجة ممكن يتنبأ بيها ومفيش مفاجآت. بالنسبة لشخصية القنصل، الروتين والرتابة والمهام المتكررة مش تحدي، ده بالعكس ده هو بيحب كده، ومهاراتهم الإدارية والقيادية بتيجي بالنسبة لهم بشكل طبيعي، وده بيخليهم ناجحين في أنهم ينظموا بيئة العمل وينظموا فريق العمل. وعندهم موثوقية، يعني إيه؟ يعني الشركة تقدر تثق فيهم، العملاء يثقوا فيهم، زملائهم يثقوا فيهم، مرؤوسيهم يثقوا فيهم، وعادة بتلاقيهم بيترقوا استنادا على موثوقيتهم دي. من المجالات اللي بيبرعوا فيها المجالات الإدارية والمحاسبة، بس مش الوظائف اللي ما فيهاش تفاعل مع الآخرين، يعني يتحبس في مكتب وخلاص، لكن بيحبوا المهام الإدارية اللي بتديهم فرصة إنهم يتفاعلوا مع الآخرين، سواء زملاء داخل الشركة أو عملاء برا الشركة. المهن التحليلية البحتة فقط تبقى لهم مملة، لازم وجود بعض التفاعلات البشرية والتفاعلات العاطفية عشان يحسوا انهم مبسوطين في مجال عملهم. عندهم مهارات استماع عالية جدا جدا، وبيركزوا في اللي بيقوله لهم اي شخص بيتكلموا معاه، وبتلاقيهم كاعضاء فريق متحمسين قوي، وبتناسبهم المهن اللي في مجال الرعاية الطبية والعمل الاجتماعي. والتدريس كمان يعتبر حاجة كويسة ممكن يشتغلوا فيها، لأنهم بيحبوا السلطة اللي بتيجي من التدريس، لكن في نفس الوقت بتلاقيهم داعمين للطلبة اللي بيدرسوا لهم، وعندهم ما يكفي من الود والحساسية والدفء، بحيث أن سلطتهم دي ما تتحولش لاستبداد،
وزي ما قلت قبل كده ان الشعور بالتقدير مهم ليهم جدا، فاذا في الشغل بتاعهم ما حسوش بهذا التقدير بيكونوا متضايقين، وعاده بيحبوا ان دورهم يقدم قيمه مضافه للاخرين. فلو هما بيشتغلوا في بيئه عمل مش بتديهم ده، ما بيبقاش عندهم الرضا الوظيفي الكامل. وايا كان العمل اللي بيشتغلوا فيه، احساسهم بالراحه في المواقف الاجتماعيه اللي فيها ناس كتير وتفاعلات كتير ومعرفتهم القويه ومهاراتهم العمليه، كل ده بيعمل توليفه تخليهم منتجين ومفيدين وبيستمتعوا بالدور اللي بيلعبوه. وكمدراء بيبقوا حريصين ان كل واحد في فريق العمل يعرف ايه اللي مطلوب منه، وبيحرص على ان اللي حواليه يحترموا السلطة ويحترموا القواعد وقوانين العمل. كمرؤوس بتلاقيه فعال وعنده صبر انه يقوم بالمهمة الموكلة اليه لغاية ما يتمها على احسن وجه، وبيحترم سلطة مديره، وده بيخليه ان احيانا ما عندوش الانيشيتيف، ما عندوش الحافز انه يدي فكره جديده او انه يرتجل موقف جديد، لازم يرجع لمديره ويتاكد من ان اللي بيعمله ده صح. علشان كده المدير العادي يستفيد باقصى قدرات شخصيه القنصل، لو عنده موظف من هذه الشخصيه يحط له ارشادات واضحه ومسمى وظيفي بيعكس المهام اللي مطلوبه منه، وتوصيف وظيفي بيوضح بالظبط هو مطلوب منه ايه. وبصراحة مع شغلي مع هذه الشخصية بيبقوا مفيدين جدا جدا في المهام الروتينية، خاصة لو المدير ما بيحبش هذه المهام الروتينية أو ما عندوش ناس كتير في فريق العمل تقوم بالمهام الروتينية دي. وبرضو كزملاء بيحبوا العمل الاجتماعي وبيحبوا يكون فيه تناغم بين فريق العمل، وعادة بيقدروا يكونوا صداقات قوية مع زملائهم، وبيكون عنده استعداد إنه يقدم المساعدة للآخرين. ولو اضطر صاحب شخصية القنصل انه يشتغل لوحده، عادة بيكون مكتئب وزعلان ورضاه الوظيفي مش مكتمل، واحيانا كمان ده بينهكهم جسديا. وطبعا لحساسيتهم المفرطة في التعامل مع النقد، دايما بياخدوا موقف قوي لما بترفض افكارهم او لما بتوجه لهم بعض الانتقادات عشان يحسنوا من انفسهم، وبياخدوا الانتقادات دي على محمل شخصي جدا، وده بيعرضه للتوتر لأنه بيشوف النقد على أنه رفض ليه، فبيصاب بالإحباط. وعادة بيبقى عايز زملائه يعبروا عن تقديرهم للدور اللي هو بيعمله. وكرؤساء عندهم مشكلة في بعض المواقف اللي يحسوا فيها أن اللي قدامهم بيتحدى سلطتهم، وده ممكن يخليهم حتى يصلوا أنهم يفقدوا أعصابهم ويردوا بشكل هجومي حاد. لكن بشكل عام عدم حبهم للصراعات والنزاعات بيخليهم دايما حريصين على خلق بيئة عمل خالية من الصراعات، وبيقولوا للناس اللي حواليهم ما هو متوقع منهم، فده بيخليهم مدراء فعالين. وفي النهاية أحب أقولك الكلمتين دول: أنت شخصية عملية وراعية للناس اللي حواليك، وعندك مهارات اجتماعية وإدارية عالية، وبتحب دايما تحافظ على البيئة اللي حواليك آمنة ومستقرة وما فيهاش صراعات ولا نزاعات، وتفانيك ملوش حدود. لكن خد بالك ممكن تتعثر في المواقف اللي بيستغل فيها الآخرين طيبتك وحساسيتك ورغبتك في المساعدة، وكمان بتحول كل شيء لمسؤولية على كتافك، وده أحيانا بيخليك تقبل حاجات أكتر من طاقتك. وفي التعامل مع شريك الحياة حاول كده تبقى مسترخي، مش لازم الدنيا تمشي بالظبط بالظبط زي ما انت مخطط لها، برضو لازم تاخد رغبة الآخرين في الاعتبار، المساعدة زي ما هم عايزينها مش زي ما انت عايز تقدمها، وخد بالك من نقاط الضعف اللي فيك وحاول تتجنبها أو تحسنها. لو عايزين تعرفوا معلومات تانية عن شخصيات تانية تابعوا القناة، وياريت تعملوا لايك للفيديو علشان يوصل لكل شخصيات القنصل اللي حوالينا. أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.